مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا فاهم الطابق. اليوم معانا شخصية جدلية عملت هير اون براند زي كي ونجحت على السوشيال ميديا، دائما حاضرة سواء على انستغرام، على تيك توك، على سناب شات، يعني موجودة everywhere. هاي البنت كل مرة بحكي معها تيجي عنا على برنامج تستقبل المكالمة بصدر رحب وبتكون موجودة، وفعلاً ما بتأثر معي، أنا بحبها وبتمنى الحلقة اليوم تكون حلقة مختلفة. بنرحب بزين كرزون. يسعد لي مساك يا عمري، يا أمرة، يا حلوة حياتي، I miss you. وأنا كتير يا قلبي. وزين كرزون على فكرة من الأشخاص، أنا وياها ما بنشوف بعض كتير، بس هي بتعرف المودة والمحبة بيني وبينها كبيرة جداً جداً جداً، وما عمرها حكيت لها تيجي على برنامج تكون ضيفة إلا ودغري قالت لي طبعاً ندوش حبيبة قلبي إذا طبعاً كانت موجودة بالبلد. فأنا بدي أشكرك حبيبة يعني قلبي، يعني أنت بتعرفي أنا كتير بحب برامجك، أنت شخصياً بحبك مع أنه ما بنلتقي كتير، ما بنلتقي كتير، بس المحبة موجودة، المحبة موجودة طبعاً حبيبة يا عمري. زين كيف حالك؟ عن جد كيف حالك؟ من جديد كتير منيحة، كتير منيحة. في بداية هاي السنة كتير منيحة الحمد لله. يمكن السنة اللي قبلها كنت تعبانة شوي لأني ما كنت قادرة أخذ القرارات الصح لحياتي، بس بداية السنة الجديدة لما أخذت القرارات القاسية، أخذت قرارات قاسية، صرت كتير مبسوطة أوف مرتاحة. قدي الواحد بده قوة وشجاعة ياخذ قرار قاسي، لازم صح؟ يعني أنا هاي السنة قلت لهم أني قررت أني ما أسامح. أوف، يعني كل سنة بقول لا رح أسامح وأنا قلبي طيب، بعدين عم بكتشف سنة على سنة أنا عم بتعب. عم تتعب؟ أنا لما عم بسامح وعم برجع بعطي فرص أنا عم بتعب. طب ليه ما أعطي لنفسي أنا السعادة؟ طب ممكن أقنعك بنظرية تانية مختلفة لسه تسعدك أكتر بأضعاف. المسامحة لا تعني إعطاء فرصة مرة تانية على فكرة. صح، سامحي، لأنه بقولك الشخص اللي ما بتسامحيه بتضلي أسيرة إله طول عمرك، فأنتي سامحي عشانك مش عشانه. ما عم بقدر، ما عم تقدر، ما عم بقدر. ولما ما عم بسامح فعلياً هذا الشخص عم بيروح من حياتي كلياً. أوكي، خلص أنا مش مسامحتك، أنت مش موجود بحياتي. في حال سامحتي لسه بترجع بتعطيه مجال يرجع يدخل، لأنه قلبي لسه بيضل عرفتي بحن بس زين أنا بدي يعني أحكي شغلة معلش قولي. الله يكون بعونك يا زين كرزون على حجم التوتر اللي بحياتك هلا موجود. ما هو نجاح في نجاح في توتر، ما هي واضحة. بس أنا بالنسبة لإلي تمسحت هيك خلاص، خلاص على الآخر ولا إشي. يعني حتى أنا وصلت لمرحلة إن بطلت أقرأ كومنتس. أنا بطلت، يعني أنا بنزل وخلص، خلص مع نفسكم هيك، ما حتتغيروا، ما حتتغيروا، حضلكم زي ما أنتوا. تعرفي شغلة، في أنا بطلت أقرأ كومنتس، لو أنا عم بحضر لك وبحبش بالأكاونت الإنستغرام شفت لك فيديو أنت عم ترقصي على الغزالة رايقة ولابسها الأحمر ما تبلي طبعا معظم التعليقات فستان ياسمين عبد العزيز بتعرف لانه هو يعني تفصل لياسمين فزين قلدت يعني هاي التعليقات. وفي منهم اللي بيقولوا لك ما هي بطل عندها اعلانات صارت ترقص، وفي اللي بيقول لك شو هالجراه انت قاعده بترقصي وكذا. شو انت شو بتفسري؟ انت بمرات بتتقصدي تحطي اعلان مستفز للناس او سوري فيديو مستفز للناس؟ هلا هاي انا، هاي انت اللي بحبني تابعني زي ما برقص. انا ببكي بنجن بنطنط بعمل شغلات مجنونه، هاي انا. هاي انت مش مضطر انك تتابع. حلو، اذا انتوا بتشوفوه مستفز طب حلو انا استفزيتكم. هاي شو هاي؟ هاي شو استفزيتكم؟ استفزيتكم اذا انتوا شايفينه مستفز. انا استفزيتكم. حلو كثير، انتوا كثير سهل ان تستفزوا. هذا برجع للانضباط بالنفس، أنا لنفسك، لثقتك بنفسك، لقديش انت شخص واثق بحالك. لحتى فيديو لحدا انت ما بتحبه، طب انت مركز بحياته ليه؟ كل الفيديوهات اللي هن يعني تستفزهم اكثر ريتش وفيوز عندي طبعا. اوف كيف هاي؟ اوف يعني يعني خلاص يعني ثانك يو، بتعملوا لي ماركتينج فظيع. شوفي زين، فكره البرنامج لذيذه. احنا عاملين زي 10 اسئله وعاملين استفتاء بالشارع الاردني انه مثلا المواطن الاردني بفضل كذا او كذا. أوكي، حلو، وانت بدك تجاوبي، نشوف باخر البرنامج انه زين كرزون فاهم الطابق ولا مش فاهم الطابق. يلا مستعده؟ يلا
قبل ما نصور الحلقة عملنا استبيان للعشر أسئلة الخاصة بالحلقة مع عينة عشوائية من الشعب الأردني. هذا الاستبيان كان عبارة عن السؤال وجوابين لازم يختار بيناتهم. طبعاً كل إجابة كان إلها نسبة مختلفة حسب عدد الناس اللي اختاروها. علامة الضيف النهائية حيتم احتسابها حسب النسبة اللي حققها السؤال مع الناس، وبآخر الحلقة حيتم جمع هاي النسب وتقسيمها على 10 عشان نعرف النتيجة النهائية اللي حققها الضيف. كشفتيني، بس انا بدي اياكي هلا تشوفي شغله حطيت لك اياها. انا ما بنساها هاي القصه بحياتي، ما بنساها وبحكيها لكل حدا بعرفه عن زين كرزون. شوفيني شوفي ورا المخده القرنه، غير المايك، غير المايك، في كثير شغلات، في كثير شغلات بس في شغله ايوه. فرجونا على الكاميرا شو زين كرزون لقت ورا القرنه. شو لقت؟ برينجل. برينجلز. احكي لهم قصة البرينجلز عن جد زين والله العظيم. أجمع مصروفي لمدة أسبوع أسبوعين عشان أروح أشتري برينجلز يا روحي، بالعشرة وبالشلن يا عمري. إنه هذا بالنسبة لإلي كان أنا صغيرة إنه حلمي، حلمي شيء واو كتير. إنه وما تأكلي كله بنفس اليوم؟ لا طبعاً، حبة 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 حبة. كل يوم تأكل حبة عشان ما تأكله كله. شوفوا قديش يعني هي. بس كبرت بطلت أحبه. ليش؟ صحيح هيك بطلتي؟ بيذكرك بايام صعبه يمكن، وخلص بطلع من نفسي، طلع من نفسي، طلع من نفسي. سبحان الله، في كثير شغلات الانسان هو صغير بكون بيشتهيها وبحبها، بس يكبر ببطل يحبها، ببطل يحبها. هذا هديه مني لك. ثانك يو. ما تفتحي. اي لاف اي لاف يو. اكثر عباره يستخدمها الشعب الاردني للتعارف على على واقع. لا 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 مش مسموح. حاس حالي شايفك، أو ليش في بعيونك حزن؟ هلأ هاي بعد أول حاسس حالي شايفك. أول إشي بده يشوفك، بعدين بدخل على الحزن. فحاسس حالي شايفك. You think؟ بعدين حاس في لمعة حزن بعيني. في لمعة حزن بعيني. مالك، مالك إشي؟ أنا بساعد. أنا ممكن أوقف. وهي بتقول له أنداري. حاسس حالي شايفك. حاسس حالي شايفك. زين. صح يعني. زين بتقول حاس حالي شايفك. والله زين على فكرة مش سهلة لأنه النسبة هاي عندي. هاتوا نشوف. الله عليكي 51%. الله عليكي. ليش في بعيونك حزن؟ بتصادف معك، بتصادف معك. حاس حالي لا انت اكيد شايفك. جرأتك يعني عالميه لما صورتي حالك وانت داخله على غرفه العمليات وقلتي للناس انا فايته اعمل عمليه قص معده. انا هيك جرأة ما شفت. يعني احنا اذا بنعمل بوتوكس بقول لك عامله شيء، لا عامله فيشل. صح. يعني لدرجه البوتوكس. كيف خطرت على بالك الفكرة أصلاً؟ ليش أول إشي to start with؟ ليش عملتي عملية قص معدة؟ هلا لأنه آخر فترة حسيت حالي يمكن الستريس كله اللي صار معي أو عم بيروح ما عم بيروح للأكل. نعم. فبطلت أقدر الأكل. بطلت أقدر أعمل كنترول. أوكي. صرت حدا بيحب الأكل، حدا بيفكر بالأكل. يعني أنا قاعدة بالمكتب مش بفكر بالشغل، لا. فكر إيش بدي آكل هلا؟ أيوة. شو بدي آخذ سناك؟ شو بدي أتعشى؟ أوكي. فطلعت على حالي قلت زين ستوب. عملت تحاليل. مقاومة الأنسولين ارتفعت عندي، صار عندي شوية مضاعفات، صار عندي بركبتي مشاكل. فقلت زين ستوب، لازم تاخدي الخطوة الصح اللي تسكري تمك فيها. حلو. فاستشرت كذا دكتور واستشرت دكتوري وقلت إشي مو معيب إني أنا أطلع وأحكي عن تجربتي هاي. بالعكس أنا احترمت الحركة. في كتير بنات صح عندهم الخوف من هاي العملية، وبعد العملية ما أنا عملتها ما بتصدقي كمية البنات اللي راحت عملت هاي العملية وشكروني إنه زين من بعد الله. أوف. أنتي شجعتينا على هاي الخطوة ناخدها، وبس شافوا نزول وزني وبلشت أعطيهم خبرتي بالعملية، كيف بلشت أكل، كيف خف أكلي، السعادة اللي أنا فيها. شو حلو. شعوري إنه لقمتين يس أنا شبعانة. No. طيب لنفرض قدامك مثلا عملت ماما ميدو مقلوبة قديش؟ 3 معالق رز فقط بس. بتحسي حالك فل فل؟ قديش ضعفتي من لما عملتي العمليه لهلا؟ 11 كيلو. قد ايه لك عملتيها؟ يعني كمان يومين بصير لي شهر. اوف 11 بس. يس. ما شاء الله الوجه لسه مترفح. لسه امورك ما هو في لازاليزكا. هدول لازاليزو. لازاليزو بالي محلاني. طب زين سؤال، هلا انت بتخيل يعني حسب ما اذكر بانه انت لما عملتي العمليه صارت حادثه وفاه وديع الله يرحمه، ابن اكيد ابو وديع جورج وسوف سلطان الطرب. فما خفتي هيك بينك وبين حالك؟ شوفي الخوف مش من العملية ولا من الدكتور. الخوف من الشخص نفسه كيف يلتزم. شو الالتزام؟ في رولز. الناس اللي ما بتلتزم أكيد رح يصير معها، رح يصير معها مضاعفات. طيب يا زنزوني ننتقل الآن إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث يقول أيوة
بقول لك يا ستي العزيزه البنت الاردنيه اذا لقت وحده لابسه زي فستانها باي مناسبه يغمى عليها فورا. عمرها صارت بيغمى عليها فورا اكيد ما بتستوعب اللقطة. لا ما في لا صعبه انه انا لابسه زي فلانه لابسه زي وخاصه انت خذا كان بعرس أوف. يا ويلي عمرها صارت معك لا لا ولا مره ولا مره الحمد لله بس انا لبست نفس فستان ياسمين بدي اقول لك صحيح انت ليش تقلدي ياسمين عبد العزيز انا عارفه دولتشي جابانا دولتشي جابانا يعني معقول هن بيطلعوا كذا فستان بيطلعوا فستان واحد وخلص يعني هم ما عملوا لياسمين كيفك انت والبراند تمام الشناتي والكربينات ايوه الله يديم عليك طيب هاتوا نشوف يغمى عليها فورا زي ما بتقولوا انا بقول نفس ما بتقول زين 60% بتستوعب موقف 40% زينو يا زينو زين انت لانك عفويه كثير لانك عفويه كثير بصير في عندك زله لسان زلت اللسان قلت لي من ايدي ضيعتك رح اعتبر ضجي حوالي وما سمعتك هوقلي هالحكيات لاستحى فعلا مات بتموت الله على الدمات يا صغير كبرتك بتمون على الدمات يا صغير كبرت مين بتقوليها هاي؟ يعني في ناس تقولهم ياها طبعا يا صغير كبرتك صوتك كثير حلو انتوا صوت وراثي اظن عندكم بالعيلة بس طبعا صوت ديانا لا احنا لا احنا ما من او هيا صوتها حلو صح اوف اوف صوت هيونا طب سؤال الناس سؤال مستفز شوي الناس بعد شهرتك وشعبيتك اكيد وكلكم انتوا يعني مشهورين كل واحدة في مجالها بقولوا زين اخت ديانا ولا ديانا اخت زين هلا اول فتره ديانا لما بلشت زين اخت ديانا زين وهي اخوات ديانا هلا زين كرزون شو علاقتك مع معاذ تمام طيب وجهي له رساله برمضان هلا قولي له ابو سلمى اعمل لي دايت شوي اعمل دايت ابو سلمى يعني انتوا كيف وصلتوا لمرحله انا وانا عم بحضر خلافات زين كرزون مع زلمه لا بقول لك ما بيحكوا مع بعض وما بيروحوا ما بيروح عن بعض طب احنا كل جمعه بنصور سلسل انا بشوف انا بشوف بتيجي دندون عنا صح بس بدهم بدهم سولافه هيها قالت له ابو سلمى شوي على اوكي طيب تنصحيه يعمل عمليه اصمع ده لابو سلمى والله انا عم بلعب مخ عم تلعب مخ عم بلعب مخ طيب خلينا هلا ننتقل الى السؤال الرابع السؤال الرابع من نور المال هي شركه للتداول بدهم يسالوكي سؤال بقول لك الاردني لو يختار التداول بخيار بيختار التداول بالعملات ولا بالذهب الذهب انت بتجمعي ذهب انا تشتري من النظام اللي هو اشتري ماليرات وخبيهم وسبايك من جديد بتامني بهذا الاستثمار بلشت بلشتي حلو كتير طيب هات نشوف بالعملات ولا بالذهب الله عليك 62% بيقولوا بالذهب 38% بيقولوا بالعملات كنت قبل شوي عم بحكي لك عن سيره زله اللسان في زله لسان مؤخرا انت ببودكاست اظن كنت موجوده حكيتيها اللي هي انت كنت شاعره بالظلم وقتها من موقف معين فقلتي يا رب انت الانسان الوحيد اللي رح يساندني شو عملوا عليه وبعدين شو قالوا لك قالوا لك هي لو مظلومه هي مش مظلومه هي لانها شو يعني شو صار عليها يعني ثانك يو انه عملتوا لي ضجه عليها والبرودكاست تبعه وصل المليونز بس سمعتي قد ايه صار عليها طبعا هذا الطبيعي طب شو علقوا ليه انه انت هيك حكيتي يعني شو يعني كانت معظم التعليقات يعني عادي الانسان بتزل لسانه طبعا زل يعني شو انا مش بني ادمه عاديه طبيعيه بتزل لساني وقد ما كنت انا يعني عم بحكي هيك بعفويه ومتحمسه بالموضوع انزل لساني نعم هرشية. ننتقل للسؤال اللي بعده السؤال اللي بعده والسؤال الخامس أيوة هاتوا نشوف مع زين كرزون شو السؤال الخامس السؤال الخامس بقول لك يا ست العزيزة زوجة لقت 10 ليرات بجيب الجوزة واخدتهم سراقة حرامية ولا جابتهم واحدة جابتنا واحدة طبعا على السريع بتاخدها جابتنا واحدة لا تعتبر سراقة حرامية لا جوزي شو صح ولا لا شو جوزي. شريكته شريكتي شو شريكته أنا قصدي ماكو مشكلة صح ولا لا ماكو مشكلة جابتنا واحده هاتوا نشوف سراقه حراميه ولا جابتنا واحده احنا بنقول مزبوط صح في خلينا نشوف والله الشارع الاردني شو جاوب هو 67% برافو نشوف الاردنيين شو جاوبوا من خلال هذا الاستفتاء يلا جابتنا واحده الجيبه واحده مش حراميه هي جيبه واحده اكيد بس مش حلوه تاخذ بدون ما جوزها يعرف يعني سراقه حراميه جيبه واحده جابتهم واحدة جابوا واحدة ما في غني لنا اشي قبل لها يا حبيبي
أغنية بتحبيها أي حاجة. أنا متربعة هاي الأغنية اللي من فترة. هاتي أشوف لفضل شاكر. هاتي. في الليلة وباقي بعينينا أشواق وحاكي من قسوة الدنيا علينا بكينا البكي هيدا مش أول وداع علينا مرق كم مرة هوانا ضاع منا سرق. الله 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 هاي الأغنية صايرة تفوت ديب بس أنا حاسة في من وراها سلافة ولا لا لا ما في خلينا وباقي بعينينا ماكو 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 أكيد لا بعد ماكو بعد ماكو بعد ماكو فاصل وبنرجع مع زين كرزون يلا الليبستيك زي كي رقمه 38 سوري 83 بيسالوني عنه على الستوريز وكذا هذا زين كرزون معي بالشنطه وين ما اروح زي كي 83 يا عمري لا زين الكواليتي بضاين احنا مكملين اكيد مع زين كرزون وصلنا هلا للسؤال رقم 6 يلا يلا روحي فيها روحي فيها السؤال السادس بيقول عبارة إذا قمت لقيته بتحكيها الأم من باب التهديد أم المساعدة؟ تهديد طبعا طبعا تهديد أكيد تهديد إذا قمت لقيته وبتلاقيه المشكلة يا زين يا زين إذا قمت ولقيته هلا شو عمل فيكي هي ماما هاي ماما بصير بتعزل لي إشي بقولها ماما مو ما موجود يا زين إذا قمت لقيته هلا شو ساوي فيكي إذا قمت لقيته شو بعمل فيكي إذا أنتوا لقيتوا بتلاقي تهديد بتلاقيه وبتبهدل وبتتبهدل هات نشوف ال طبعاً تهديد أم مساعدة 90% 90% تهديد زين ليش بقول ويقال بإنه أنت بتاخدي معك حراس شخصيين وأنت فاتي على الموضوع لا 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 أنتوا أفورتوا يعني المرة كان بمكة مول أنت وهي هلا هذا أول شيء كان عندك إيفنت وقتها كان إيفنت وكان في تقريباً فوق 500 بنت نعم وهاي الرولز نزلت من اصحاب المول اوكي اوكي لازم نعمل كنترول انه هم اللي جابوا الباونسرز انت عم تحكي في فوق ال 500 بنت نعم وايفنت والمنطقه اللي كنا فيها منطقه صغيره يعني يومها تكسر البوث تبعي هيك الدواو تكسروا أوكي. يعني صارت دراما ف لا يعني ارحموني هي هالمره هي بس هالمرة. كان ايفنت كبير يعني مش انه هي بتروح يعني على مين ماخذه يعني لحتى ياخذ يعني معي يعني حبيبتنا بس لا يعني انتوا كمان لا تزيدوها هي راحت وقتها كان عندها ايفنت زين خفوا عندك المعلنين مش خفوا انا بطلت اخذ انت صرتي تنتقي اقتني وصار بصراحه كل الباور تبعي وقتي كل اضيعه ل يور براند ماي براند لانه بصراحه هو بالاخر هو اللي رح يدوم لإلي هو اللي رح يكبر للإشي اللي أنا عم بفكر فيه صح. وبالآخر أنا عم بفيد حالي قبل ما أفيد الناس فدنا كتير ناس يما هذا التلطيش ويعني ويريد طلعوا قد ما بستاهلوا ما بستاهلوا فلا أنا أفيد نفسي أحسن ما أني أفيد الناس وبصراحة باقي وقتي عم بستمتع فيه لنفسي لنفسك خلص حلو أنا لما كنت أعمل إعلانات ما حدا كان يعمل اعلانات بالاردن غيري صحيح بدات بموضوع فخلص زهقت مليت وبصراحه صار موضوع الكوميرشال عم بيروحوا فيه بطريقه بشعه شوي ومش بروفيشنال نعم. فانا عم بروح شوي موضوع عم بروح للعالميه اكثر عم باخذ بس البراندات العالميه الشركات المرتبه والحمد لله انا بالفايل تبعي انجزت كثير انجزت كثير طيب زين السؤال يمكن ما بعرف اذا سالتيه قبل ولازم اساله لانه يعني انحكى فيه كثير هل زين كرزون اشترت فولوورز على انستغرام؟ ما في منه هذا الحكي ما اشتريتي فولوورز في ابلكيشنز هلا نعم في كثير ناس بفوتوا على مشاهير وبحطوا هذا الابلكيشن وبيطلعوا الفيك من الريل اوكي فانا مش مضطره اني انا اشتري فيك نعم. فولوورز انا الي 9 سنين على السوشيال ميديا عندي 2 مليون بعد الهجمه الاخيره عادي في ناس غيروا رايهم ورجعوا عملوا فولو لحتى يصيروا عندهم فضول يشوفوا انا شو عم بحكي وشو عم بعمل الناس شو في الناس بتحبني بس
حدا بس هيك يطلع يهوي بدهم كلهم يروحوا للموجة. هي بتصير هي موجة ترند، هي ترند بدهم يركبوا الموجة. بس بتلاقي نفس الشخص اللي حكى أو سبك بتلاقيه بالشارع بيسلم يعني عليك وبتصور معك. أنا هذا ليش ما بشوفه بالشارع؟ نعم صح، هي أنت قيمتك الحقيقية بتشوفها بالشارع لما تنزل على الشارع. أنا ما بشوفه بالشارع. نعم. ما بشوفه يعني أنا بعد القصة هاي، أنا بعدها بأسبوع نزلت البراند تبعي. الماركتينج اللي صار عليه ونسبة المبيعات اللي كانت مخيفة، هذا يدل على شو؟ على أنه على محبة الناس. نعم. لإلك. نعم. فهون الإثبات، هون بتثبتي نفسك أنت مين. أنت مين يا زوزو؟ yeah. إلك على المطبخ والطبخ؟ طبعا. فقرة سنيورة هاتي. yeah. نشوف شو بقولك. مكونين ما بزبطوا بطبخة الأوزي. أوكي أوكي. رز، جزر، دجاج، بازلا، أصابع دجاج بالسمسم أم أوريغانو؟ أوريغانو صح. برافو. طبعا. أصابع دجاج بالسمسم. صح. برافو عليك. أصابع الدجاج بالسمسم. شو أكثر أكلة بتعرفي تعمليها زاكي بتطلع من بين إيديك؟ ياه. هاتي نشوف. الكبسة طبعا. وورق كوسة. وفتة باذنجان. زاكي فتة باذنجان بموت عليها. تعمليها زاكي شهي. طيب طريقة ماما ميدو طبعا. طب ماما ميدو في واحدة من بناتها تفوقت عليها بالطبخ؟ لا لا صراحة. بس شوفي صينية الباذنجان اللي ديانة بتعملها. ماما ميدو معلش معلش نقطة نظام. صينية الباذنجان اللي بتعملها ديانة كرزون أسكى من صينيتك صراحة. أنا بدنا نكسر بخاطرك لو شوي معلش برمضان. أنت كل أكلك زاكي بس هاي يعني اسمحي لنا فيها. صراحة أنا آسفة ماما سوري. يعني أنت بتعرفي أنا بعشق أكلك. بس هاي الشغلة الوحيدة اللي ديانا تفوقت فيها عليك. الشغلة الوحيدة اللي ديانا تفوقت فيها عليك. طب هلا كيف بدك ما بدك تاكلي قطايف طيب رمضان؟ ولا شيء. نثينج؟ بتحب العصافيري انت ولا جبنة جوز وماني؟ قشطة. قشطة بس مش القشطة البلدية العادية مع العسل. خفيفة او بتشهي. أيوة. طيب ننتقل إلى السؤال السابع. أم الزوز. الزوج الأردني اللي بقلب موبايله على وجهه. كشفتك. أيوه. ليش قلبه؟ ليش؟ ها؟ ليش؟ لانه غرامه مزيف ضميره عدم، ولانه او لانه او لانه بده يحافظ على خصوصيته. طبعا خصوصيه اكيد هو يعني بده يخونك. واحد عنده زيك بده يخون؟ طبعا مستحيل. هات نشوف شو الاجابه. والله انك شطوره. اسمعي عشان المره ما تشوف قديش سحب من البنك قديش اجاله ميران عليه. قال لك خليني احافظ بعدين بتدقر. حتى لو صار يسيب اسم بنات بيه مين هاد درد. طيب افتح سبيكر افتح سبيكر فخلص سايلنت. طب سؤالي، كل الرجال خونه؟ يس كل الرجال كله خونة. بدون استثناء بيخون كله والوفي والمخلص في حب في وفاء بس في خيانة. الحب ما بيمنع من الخيانة؟ لا. بقول لك نزوة سامحيني. حتى لو كان بيحبك يعني ممكن يخونك حتى وهو بيكون ممكن يعشقني. بس عادي يخون عادي يخون. انت اذا بتنخاني بتنسحبي ولا بتعطي فرصة تانية؟ بنسحب بكل هدوء بكل هدوء. ما براجع. ما بتراجعي. طب لو شفتي قدام عينك موقف دخلتي على مطعم لقيتي ولا بقرب ولا ما بتعملي مشهد ابدا. بالعكس هو خان نفسه ما خاني. دخلت نفسك. انا ما بقارن نفسك. حالي الله بالناس اللي معك او اقارن حالي انه بحس حالي انه انا صغيره. لا انت خنت نفسك خنت ثقتي مع نفسك. لا 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 هاي البنت بتغير كثير علي صح. لا سالتها السؤال زمان قالت لي بشيل امله. هلا بتقول لك برافو عليك على السنه الجديده. كل شيء بحياتي تغير. كل شيء بحياتك تغير. نضجتي يعني هو التصالح مع الذات صراحه احسن شيء بالعالم. برافو عليك يا ام زوز. طيب ننتقل الى السؤال الثامن. ايوه هذا السؤال تريكي والله. اول مره بنساله بالبرنامج على فكره طلع من حظين كرزون. بقول لك البنت الاردنيه بتفضل الرجل اللي بحبها ولا اللي بتحبه؟ يلي بحبها. اللي بحبني. يلي بحبني. بحبني. انت بتحبي اللي بحبك ولا اللي بتحبي؟ اعشق اللي بحبني. طب يا اختي طب بدك تحبي نفسي من بس خلاله. بحب اشوف العطاء الحب اول شيء يعطيني كميه حب كثير كبيره حتى ابلش احبه هيك. طب شو الريسك اذا بتاخدي واحد انت بتحبيه؟ ما باخذ واحد انا بمرمطك. عمرها صارت معك اخذتي واحد بتحبيه اكثر ما كلهم بيحبوك اكثر ما انت بتحبيه؟ بحبوني بحبهم يخطبوني. خسيبي
خطيبي خطيبي خلصنا بحبوني خلاص صحيح الواحد عايف حاله شو لا اللي بتحبه شايف ايه زي صح انت مش فاهمه البناتين او ماي جاد 85% بتقول لك اللي بتحبه وانا 24 ساعه بعطيكم نصائح بقول اللي بتحبه شو قصتكم اللي بتحبه هاي غلطنا فيها تكتبي بحبه شو احلى كلمه غزل بتحبي تسمعيها عمري حياتي قلبي عيوني نبضات قلبي كلبوزتي انت هلا بطلتي كلبوزتي كلبوزه راح ما فيش كلبيزه راحوا كلبيز وزوزتي وزوزتي زوزو 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 بتحبي يدلعك يقول لك زوزو لا بحب يدلعني انا مش بالحكي بالفعل بالهدايا هذا الدلع لا هيك ما بتحس الهديه بقيمتها الرمزيه والمعنويه كان ما كان ما بتحبي الورد والدباديب والارانيب كنت اعشق الورد هلا ما في بتحبني بدك تدلعني طب اذا جاكي واحد يا زين وضعه المادي عقده شخصيته حلوه له مستقبل مشرق لطيف بضحكك ما بقبل فيه ليش كل صراحه يعني اكذب اقول لا بدي بالعكس انا بحب صراحتك انا بنت بحب التطور نعم انا بنت متطوره بحياتي حلو. بحب التقدم بحب حلو. عندي طموح طموحي ما لها ما في ما له حدود فسوري انا ما تعبت على حالي كثير واشتغلت عشان يجيني واحد وضعه المادي عقده قعد بكره انا اصرف عليه او يركن علي لانه للاسف هذا اللي عم بيصير كثير نعم. انا بدي حدا يكون قدي وطبعا يكون احسن مني لحتى يكون سندي حلو لانه انا ما حضني اشتغل طول عمري طيب بتحسي بالمعادله اللي الزوجه بتكون هي الماسك المصروف الاكبر من البيت بحكم انه يمكن وضعها المادي احسن من جوزها بتحسي المعادله بصير فيها خلل طبعا ليه بتخسر جزء من انوثتها امامه شكرا ورجولته بتقل نعم وبيبطل له هيبه بيبطل له هيبه بتحسي هيك وجهة نظر yes. طيب ننتقل إلى السؤال التاسع بقول لك الزوجة الأردنية بتغسل لما إمتى بتغسل يعني لما تجمع وجبة غسيل ولا بس تيجي المي 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 بتحطي هالوجبات بتاخدي لك فمين في عليها هاي فوكس فوكس في هاتوا نشوف الشارع الأردني شو بيقول يلا بس تيجي المي لما تيجي المي لما تيجي المي اكيد لا لما تيجي المي لا لما تحوشها اكيد لا لما تحوش الوجبه لما تيجي المي لما تيجي المي لما تيجي المي هلا صارت لا لما تحوش الغسيل كله الاغلبيه بس تيجي المي لما تيجي المي تحوش الغسيل لما تحوش وجبه الغسيل لا لما تحوش وجبه الغسيل لا عدور المي لا بس تيجي المي لما تيجي المي يعني زين زعلت نفس الشيء لما تيجي المي هاتوا نشوف بس تيجي المي 90% بس تيجي المي برافو عليك يا زوزو برافو عليك يا زوزو بس تيجي المي اسمعي في اغنيه لاليسا اسمها يا مرايتي من كم سنه لليوم قديش في مقطع بتقول يا مرايتي يلي بتعرفي حكايتي انت بتعرفي شو شفت وبتعرفي من شو خفت كم مره بوجهك وقفت قلت لك هيدي نهايتي امتى صارت معك عمرك وقفتي قدام مرايتك قلتي لها يا مرايتي هاي نهايتي وقت حادث ماما امتى بالصين شو خبرينا الحادث بشكل سريع مره ثانيه صار صار مع حادث وقعدت تقريبا سنتين ما بتمشي اول ما عملت الحادث حسيت حالي انتهيت خلص يا عمري انا حياتي وقفت كل شيء حتى بطلت قادره اني افوت اشوفها وقفت قدام المرايه قلتي لها هاي نهايتي هاي نهايتك بس بعد نهايتك لازم تقومي يلا اشعر بدني طب سؤال انت بتخافي على ماما ميدو وبتحبيها لدرجة ممكن تروحي على غرفة نومها تسمعيها اذا بتتنفس وهي نايمة كتير صارت وصلت فيكي صح لما تكون مريضة يا عمري ومرات بنام جنبها يا روحي يعني هلأ ميدو مش موجودة بالبيت بس بحاول طول الوقت اضلني برا عشان تشغلي حالك ميدو روحها مش بالبيت مش بالبيت. موجوده كثير متعلقه فيها شوفي في نظريه الله يطول عمر بماما ميدو وكل امهاتنا الله يطول باعمارهم بس في هذاك اليوم هيك عباره قاسيه قراتها بقول لك الحياه تستمر حتى بعد وفاه الامهات عندك هاي بتفكري بهذا الواقع الأليم شوف. إن شاء الله بيجي بعد 100 سنة هلا الحياة تستمر بس الوجع ما الوجع ما بيضل بروح. الوجع بيضل يعني هذا أنا شفته برحمة ستي الله على ماما نعم
عليها ضايقت كثير ولليوم هي ستيل اي شيء اي شيء ببكيها اي شيء بذكرها فيه دمعتها هون طول الوقت صعب يعني تعلقنا بامهاتنا الله يحميكم يا رب امين والله آمين. يخليكم يا رب واللي فقد والدته بنقول له يعني عزائك بانه هي موجوده في مكان احسن نعم. عم بتشوفك وان شاء الله تكون نعم. فخوره فيك نعم. طيب ننتقل الى السؤال العاشر السؤال العاشر بيقول ماذا يفعل الشاب الاردني عندما يرى فتاه اجمل من حبيبته طبعا يعني مش عارفه بس يغضوا للبصر طبعا بده يغضوا اكيد الغضه اللي عنده حتغضغض مش بصره حتغضغض عيشته يعني يغضغض بده يغضغض بصره بغض البصر ولا بجرب هلا هو انت بتقولي شو يعني بجرب حظه لا لا اذا كان متجوز انت كمان كوني واقعيه شوي اجمل من حبيبته العقل ولا كيف والله بجرب حظه بجرب والله هلا قاعده بقول لك هلا بجرب هو يعني نتمنى انها تكون اذا بتزبطت بجرب حظه هات نشوف بجرب حظه 70% بجرب حظه 30% بغض البصر الله عليكي زين انا يعني احنا خلصنا العشر اسئله على فكره عن جد يا الله والله سريع سريع كثير بدنا نشوف قديش نتيجتك يا انت فاهم الطابق ولا مش فاهم الطابق هاتوا نشوف شو وضع زوزو على والله يعني كويسه يعني كمان يعني 20 بس عشان برستيجها قدام الناس يلا 59 فاصل بس يعني فاهم الطابق هي هالمشكله اي هاي الفكره يا فاهمه يا مش فاهمه فاهمين فانت طلعتي فاهم الطابق احنا بدنا نقول لك بنهايه هاي الحلقه انا سعيده جدا فيك ومبسوطه جدا اني شفتك واتمنى لك مزيدا من النجاح والتقدم يا عمري والصلابه يا عمري ولازم انا وياك نلتقي على المستوى الشخصي نقعد نبرم 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 حبيبه قلبي بدي اقول كل عام وماما ميدو بالف خير وديانا بالف خير وهيا بالف خير واخوك كمان بالف خير والاحفاد عندنا صار 3 أحفاد هلا يا عمري يا عمري الله يحميهم ويخليهم كانت حلقه مميزه واستثنائيه مع الصبيه الحلوه حبيبي. المجتهده الموهوبه زين كرزون ان شاء الله لقائي يتجدد معكم غدا باي هذا البرنامج برعايه لينك من بنك القاهره عمان المراعي جودة تستحق الثقة شركة بيكر سنيورا عشرة عمر حلويات النجمة الحلو من أحلى حلو نور المال مجوهرات الزعبي ترافكو هوليديز جوردن متعة السفر تكتمل معنا سجاد نشمي بيلبق لك شوكولاتة توداي شركة مدار لصناعة المنظفات وبالاشتراك مع أوتانتيك هوم الماركة العالمية المتخصصة في أطقم الضيافة منتجات دكتور موني كنز العناية بالبشرة والشعر ماكدونالدز الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية سمنة البلقاء دير ماجلو عيادة الدكتور رمزي العمري ومنال حموري تونا الصياد أعطي السمك لصياده زيت زيتي نقطة وعصر جديد